مشروع صحيح البخاري هو حقيقة مشروع أمة. جميع المراكز والباحثين يتطلعون إلى خدمة هذا الكتاب العظيم، والأمة لا زالت تخدم هذا الكتاب العظيم منذ أكثر من 150 سنة من عهد بداية عهد الطباعة. بعد الطبعة السلطانية كانت تقريبا قبل 130 سنة لم يخدم الكتاب الخدمة اللائقة به، فلذلك تم العزم وتحقق مع اجتماع ثلة من أهل العلم والفضل ممن وجدت فيهم الإمكانية التأهيل العلمية والإمكانية المادية للنهوض بمشروع كبير وضخم في العناية للعناية بصحيح البخاري وخدمته الخدمة اللائقة به. بيت السنة بيت أنشئ لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بدواوين الإسلام العظيمة العناية اللائقة بها. وقد شرف هذا البيت في باكورة أعماله خدمة كتاب أجمعت جماهير الأمة وعلماؤها على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، ذاك هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. النشرات المختلفة التي خرجت للجامع الصحيح طيلة العقود الماضية الأخيرة لم تكن تعود إلى وصول خطية موثوق فيها إلا أقل القليل منها، وعلى تفاوت في قيمة تلك الأصول، إلا طبعة واحدة هي الطبعة السلطانية التي خرجت في زمن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى، بيد أن الوسائل الطباعية والإخراج لم تكن كيومنا هذا، فكان هذا الكتاب العظيم يحتاج إلى إخراج جديد وتحقيق جديد، وهذا ما قامت به هذه المؤسسة مبارك. بعد مداولات وجلسات طويلة وحوارات تم بحمد الله تعالى البدء بهذا المشروع الكبير منذ ما يقرب من 12 أو 13 عاما، وبحمد الله اجتمعت هذه الثلة على تحقيق هذا الكتاب والعناية به. فكانت أول عقبة حقيقة واجهتنا هي جمع المخطوطات بعددها الكبير الضخم، فقد تجاوز عدد المخطوطات صحيح البخاري أكثر من 3000 نسخة خطية، ثم بعد تيسر الفهارس وكذا ربما زاد هذا العدد إلى 5000، فكانت هي العقبة الكؤود. فلكن بحمد الله بدأت تتذلل هذه العقبة، فجمعنا ما استطعنا من النسخ الورقية في ذلك الحين، ثم حصلنا على مجموعة كبيرة من المخطوطات تقارب 300 مخطوطة انتقيناها من هذه من هذا العدد الضخم. ثم بعد ذلك حصل فرز هذه المخطوطات واختبار هذه المخطوطات وتصنيف هذه المخطوطات إلى روايات وإلى كاملة وناقصة وإلى ما إلى ذلك من التقسيمات، وحتى يسهل علينا اختيار النسخة المناسبة أو الرواية المناسبة. فوقع الاختيار على رواية أو نسخة الإمام اليونيني رحمه الله تعالى، إذ هو قد خدم الكتاب خدمة عظيمة أشاد بها أهل العلم منذ عصره حتى يوم الناس هذا. فيما يخص العمل في تحقيق النص، فقد قابلنا نص الإمام البخاري على 6 نسخ خطية، ولم نغفل الرجوع إلى الطبعة السلطانية وإلى شرح القسطلاني. إذا سأل سائل يقول ما الفرق بين هذه الطبعة السلطانية وما أخرجتموه، فالفرق واضح بين الطبعة السلطانية، لأن الطبعة السلطانية
فيها رموز غير مشروحة، رموز كما وضعت في النسخة الخطية وضعت في الطبعة السلطانية من غير بسط وفرش لها. نحن أتينا إلى هذه الرموز الموضوعة في النسخة الخطية وبسطناها وشرحناها. هناك إشكالية تقع في الرموز أو صعوبة تقع في الرموز من ثلاث نواحي. الناحية الأولى في قراءة الرمز في حد ذاته، لأن بعض الرموز تتشابه في الشكل، فيتردد المحقق هل يقرأ هكذا الرمز أو هكذا، هل هو حاء ممدودة أو حاء سين ممدودة. الناحية الثانية التي واجهتنا في التحقيق موضع الرمز، هل هو قبل هذه الكلمة أو بعد هذه الكلمة، هذا من الصعوبات كذلك في التحديد الدقيق لموضع الرمز، هل يشمل هذا الحرف أو لا يشمله، هل يشمل هذه الكلمة أو لا يشملها. الناحية الثالثة التي واجهتنا في التحقيق المتعلقة بالرموز هي شرح وتفسير هذه الرموز، وساعدنا في ذلك كثيرا الإمام القسطلاني في إرشاد الساري، وإن كان قد يقع فرق بين شرحنا للرموز وشرح الإمام القسطلاني نظرا للأصول التي اعتمدناها في التحقيق، فنحن نتحاكم إليها ولا نتحاكم إلى شرح القسطلاني، وأحيانا تكون قراءتنا للرمز مخالفة لقراءة الإمام القسطلاني، وهذا وارد في التحقيق لأن وجهات النظر في ذلك تختلف، فأحيانا القسطلاني يقرأ الحاء التي فوق رمز السين لابن عساكر يقرأها حموي، ونحن فسرناها في تحقيقنا بأنها حاشية لابن عساكر رحمه الله. طبعا الخدمة للكتاب كان على نوعين، النوع الأول الخدمة العلمية والنوع الثاني الخدمة الفنية. أما الخدمة العلمية فهي في جمع أصح النسخ الخطية في العالم، انتقي منها أفضلها وأعلاها سنادا ورواية وتداولا بين أيدي العلماء، ثم انتقي لها أفضل الباحثين والمحققين والمقابلين على النسخ الخطية، ثم خدم نفس الصحيح بالتعاليق التي يحتاج إليها والتي لا بد منه، وضبطت روايات البخاري له عدد من الروايات، قدم له بمقدمة ضافية دراسة تعب عليها، حتى أن الدراسة أخذت وقتا طويلا لأجل محاولة أن يكون فيها شيئا من التميز لا تكاد تجده في بقية الدراسات التي درست الجامع الصحيح. ووفقا لمنهجية بيت السنة في التحقيق، فقد حرصت على إعطاء كتاب بهذه المكانة ما يستحقه من عناية واهتمام وإن طالت المدة. فالجزء الذي يعهد به في العادة لمحكم واحد تم إسناده لثلاثة محكمين، والجزء الذي يراجعه مراجع واحد تم إسناده لجمع من المراجعين، كل ذلك استشعارا من مؤسسة بيت السنة لما يستحقه كتاب له كل هذه المكانة لدى عموم الأمة من اهتمام وعناية وتحقيق. المشاركة التي شاركت بها وهي تحكيم أجزاء من هذا العمل، وقد رأيت من خلال هذا التحكيم العناية الكبيرة بأدق تفاصيل هذا العمل، والعناية بجودته وإتقانه، وأيضا جودة الإخراج، والعمل فيه جهد جبار لا يلمسه إلا من شاهده أو عرفه عن قرب. بعد تلك المرحلة المهمة جدا أن منهج التحقيق الذي التزم به كان منهجا صارما، وتحقق لهذا العمل من التدقيق والمراجعة مرة بعد مرة بعد مرة، ما يليق بمثل هذا الكتاب العظيم، حتى خرج بهذه الصورة المرضية إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا العمل الخير والنفع والبركة وأن يلقى القبول، ونحن لا ندعي العصمة ولا ندعي
الكمال، وإنما نحن يد من ضمن الأيدي التي تخدم هذا الكتاب العظيم، وننتظر من الباحثين والعلماء والأفاضل الذين اطلعوا على هذا العمل أن يتحفون بالمزيد من الآراء والملاحظات حتى يتم على سوقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فالشكر كل الشكر لبيت السنة، وبيت السنة الآن كون هذا العمل هو باكورة إنتاجها أصبحت مسؤوليتها مسؤولية مضاعفة، لأن ما ستخرجه إن شاء الله من أعمال تالية، وأرجو أن يكون العمل التالي موجها صوب صحيح الإمام مسلم على ذات النسق، فكون هذا الإخراج بهذه الصورة بهذه المزايا يجعل مسؤولية بيت السنة مسؤولية كبيرة مضاعفة. فالشكر لهم، والشكر لكل القائمين على هذا العمل الجليل، ولكل من عمل فيه. يهدف بيت السنة لخدمة الكتب الستة، فبعد الانتهاء من هذا المشروع المبارك صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يجري العمل الآن على تحقيق صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وسيتبعه بحول الله وتوفيقه العناية ببقية الكتب الستة، وهي السنن الأربعة المعروفة. اليوم نقدم هذا السفر العظيم للناس بعد أن استوفى مراحله المتعددة جمعا لنسخه، ومقابلة وتحقيقا وتحكيما ومراجعة، ثم صفا وإخراجا، وانتهاء بطباعته وفق أفضل الخامات ورقا وتجليدا، ليخرج اليوم للناس في حلة قشيبة نقدمه لعموم الأمة، والله نسأل أن يطرح له القبول في الأرض، وأن ينفع به الإسلام وأهله، إنه سميع قريب مجيب.